جون 2013، بيبر 1 فاريانت 1 والسؤال ال 27. السؤال يا جماعه اللي ممكن تحطه زي ما انت عايز، ممكن تحطه في الالكتريك موتور، ممكن تحطه في الماجنتيزم، انت حر. فبيقول لي two soft iron rods are placed end to end inside a coil which is connected to a battery. The connections from the battery to the coil are now reversed. What happens to the soft iron in each case? ايه القصه يا جماعه؟ القصه يا جماعه انا عندي بطاريه كده، خلاص بهذا الشكل، وصلتها بكويل، خلاص حطيت هنا، طبعا الكرنت يا جماعه زي ما انتم عارفين بيطلع من البلس يخش على من البوزيتيف يخش على النيجاتيف، تمام؟ فالكرنت شكله كده. جيت حبايبي رحت حاطط ايرون رود هنا وايرون رود هنا، فبيسالني ايه اللي هيحصل للتو رودز دول؟ بصراحة ما اعرفش، انا هجرب. لو مسكنا هنا وطبقنا رايت هاند جريب رول، ده رايت هاند جريب رول اللي بتقولي لو الكرنت كده، لو الكرنت كده يا جماعه اهو 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 الدايركشن اوف كرنت، اهو اهو الدايركشن اوف الكرنت، خلاص يبقى اعملها زي رايت هاند جريب رول، كفك ايدك، كف ايدك للورقه او كف ايدك بقى للشاشه، صوابع ايدك دي تشاور مع اتجاه الكرنت في الكويل. طب حددت اتجاه الكرنت في الكويل ازاي؟ يا جماعه الكرنت بيطلع من البلس يخش في الماينس، يبقى ساعتها الثمب ده هيكون اتجاه النورث، يبقى ساعتها الثمب هيكون اتجاه النورث. اذا لو بصيت على الرود ده هيكون يا جماعه ده النورث بتاعه وده الساوث بتاعه بتطبيق قاعده رايت هاند جريب رول. لو مسكنا الرود ده بنفس الطريقه نفس الايد هيطلع نفس الموضوع، ده النورث وده الساوث. الله، طب لما يبقى نورث وساوث كده قدام بعض بهذا الشكل يعملوا ايه؟ يعملوا اتراكشن. اذا يا جماعه لو حطيت تو رودز في نفس الكويل، في نفس الكويل يا جماعة التو رودز دول هيعملوا اتراكشن، التو رودز دول هيعملوا اتراكشن. طيب ماذا لو قلبنا الكرنت؟ اهو تعالوا يا جماعة نشقلب البطارية، خلي البوزيتيف هو الناحية دي، ساعتها الكرنت زي ما انتوا شايفين هنا في في في, في الكويل اصبح ايه؟ تعالى بقى وحط رود هنا وحط رود هنا، طبق اهو كف ايدك، كف ايدك للورقة او كف ايدك للشاشة. طيب وصوابعك دي مع الكرنت اهو يا جماعه، صوابع ايدي اهو مع الكرنت، يبقى ساعتها الثمب يشاور على النورث. ويا جماعه دي لازم تكون رايت هاند، ايد يمين اسمها رايت هاند جريب رول، تمام؟ طب يبقى ساعتها ده النورث وده الساوث. لو طبقنا نفس القاعده، لو طبقنا نفس القاعده سبحان الله هيطلع برضو ده النورث وده الساوث. الله، ده هيأتراكتوا برضو. اذا بالرغم من اني شقلبت الكرنت، البولاريتي اتشقلبت، بس ما زال اللي هيحصل ما بين التو رودز ايه؟ اتراكشن. سؤال يا جماعه وجهه نظري، لو انت يعني ما اتقنتوش قوي انت لازم تسمع هذا الفيديو تاني، لانه سؤال فعلا ذكي وسؤال محتاج تفكير. يبقى الباتري كونكشن رود اتراكتس، ولو شقلبت الباتري كونكشن برضو يا جماعه الرودز هتاتراكت لبعض، وده كان توضيح هذا السؤال.